السلام عليكم مغرب إسرائيل، السلام عليكم المكناسيين، السلام عليكم المغاربة داخل وخارج أرض الوطن. تسجيل من حي البساتين من مدينة مكناس، بعدما كان العالم كله يقول بأنه البساتين والحفرة مكناس بؤرة للفيروس وبؤرة للوباء، الحمد لله تمت محاصرة الفيروس، واليوم مكناس كتحتل المرتبة الأولى والصدارة من أفضل المدن اللي فيها الأمن واللي فيها الحمد لله الرخاء وخالية من الفيروس أزيد من 20 يوم. الناس كيستغربوا كيقولوا كيفاش بعد ما كان فيروس دخل دول كبرى ومدن كبرى في العالم وأرهقها، لكن فاش دخل مدينة مكناس تمت المحاصرة ديالو وصفر حالة. كنحب نشكر كل من ساهم في هذا النجاح هذا ديال هذا قضينا على الفيروس هذا الوباء العالمي، من 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 رجال النظافة، الأطباء، لكل الكوادر الطبية، وبالخصوص كنوه على رجال الأمن اللي كانوا في الصفوف الأمامية حاربوا الفيروس، أعوان السلطة، قوة مساعدة، وبالخصوص رجال الأمن الدائرة 5 على رأسهم رئيس دائرة السيد طارق، وكل جنود خفاء اللي ساهموا في هذا النجاح، لأنهم بلا بيهم، لأنهم كانوا في الصفوف الأمامية، تمت المحاصرة عن طريق مهم عن طريق المجتمع المدني، تمت المحاصرة ديال الفيروس وتغلبنا على هذا الفيروس الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. كما قلت لكم مكناس كانت بؤرة، بالخصوص الحي اللي كنسكن فيه أنا اللي هو البساتين الحفرة، كما كتعرفوا العالم كلشي كان كيقول حفرة. كانت هنا ثلاثة نقاط سوداء، كانت اللي جات من إسبانيا، كانت الرحلة اللي جات ديال الأساتذة جات من مصر، وكانت واحد البؤرة اللي حدا السويقة، لكن الحمد لله بفضل السلطات وعلى رأسهم كل السلطات، كنتكلم على الأمن الوطني، هما لأنهم حيت فاش تم التطويق هاد البؤرة هادي تمت المحاصرة ديال الفيروس، والحمد لله ما وصلناش لواحد النتيجة كارثية اللي وصلت لها إيطاليا، وصلت لها إسبانيا، وصلت لها أمريكا. الحمد لله احنا اليوم صفر حالة وأزيد من 20 يوم.